متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتبت روان بودرغم في مقالتها بعنوان تسريب مرجلة فاعتذار، تقول لا يمتلك جبران باسيل الرجولة السياسية الكافية ليدلي بموقفه علنا في وجه حلفائه وتحديدا حزب الله، فينتهج التسريبات المقصودة ليعود بعدها إلى الاعتذار وطلب المواعيد. وما الأمس القريب إلا نموذجا عن الولدنة الباسيلية عندما سرب عن الرئيس نبيه بري أنه بلطجي، وهرول بعدها إلى عين التين مطأطأ الرأس ومتراجعا عن موقفه. الولدنة الباسيلية تعود إلى الواجهة مع تسريب باريسي اعتبر فيه صهر الرئيس السابق أن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيعيدنا إلى تسعينيات القرن الماضي بالانتقال من ثلاثية بري حريري الهراوي إلى ثلاثية بري ميقاتي فرنجية. وكتب صلاح تقي الدين في مقالته بعنوان حتى لو اتحد السياديون، يقول للمرة السادسة على التوالي يستخدم فريق الممانعة بقيادة حزب الله سياسة الورقة البيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ثم تعطيل النصاب لمنع انتخاب رئيس جديد، في حين أن الفريق السيادي لا يزال يشتت أصواته بين شعار من هنا وأسماء هابطة بالمظلة من هناك وغير راغب في الالتقاء مع زملائه السياديين حول اسم النائب ميشيل معوض كمرشح إلى المنصب الأول في الجمهورية اللبنانية. أما محمد شمس الدين فكتب في مقالاته بعنوان السقف العالي لكلام باسيل تحضير للتسوية، يقول تسريب صوتي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دردشة مع مناصرين في العاصمة الفرنسية باريس أطلق فيه مواقف تصعيدية باتجاه رئيس تيار المردة سليمان فرنجي والاستحقاق الرئاسي، وجاء فيه أهين شيء هو أن أترشح للرئاسة أنا وهذا ما يريده ناس في التيار، وأنا أخذت قرارا ليس سهلا، فكرت بمصلحة البلد وكنا نحاول تجنب الفراغ ونختار رئيسا عليه القدر والقيمة وفشلنا في ذلك. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني grandalbi.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.